اسمح لي. انت هو الخاسر الاكبر الدنيا ما يعيش واسمح لي. انت هو الخاسر الاكبر ظلم فيه وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر. ظلم فيه وتتجبر ربك اقوى وربك اكبر. مرية الدنيا مالك دار 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 مرية الدنيا مالك دار. توك المال طوبة وتدفع ناسي ربك ناسي الاكبر ناسي حلاب الحاري الاكبر ناسي حلاب الحاري الاكبر. توك المال طوبة وتدفع ناسي ربك ناسي الاكبر ناسي حلاب الحاري الاكبر. الو يا المرا انا فترت وتعبت ولا نعرف اش خالق لي ما بقات جيه ولا سب وعدت ما تتنرقد وعدت ما تتمان. يا المرا انا ما نعرف شيء نعدل الا عطيه سوا لي كلا في الروايه نعدلوها نعدلوها مره واحده. انا فترت تعبت ما بقات راسي عادي زنزن عدت انا زنزن من نفسي عدت ما تيت قاع نرقد ولا تيت ما نعرف قاع الخالق. ايه تبا يا سواليك في الروايه نعدلوها مره واحده. ايه لا حول ولا قوه الا بالله. رجال ما يعرفش عاد خالق له ما تيت انا بعد عارف اش خالق ولا نعرف انا موالي عدت نزنزن انا من نفسي عدت ما نعرف رجال ما تيت نرقد من وعيان ما تيت نوعا. ايه يكون الشيء اللي تقول النانا العم مريت ويامس وكنت انا هو هيك ننزل ظلاما وقلت انا لانه قد قاعد ذاك الوقت ما عنده مشكله والله زاد انتهز فرصه تو انه تعطى معاش بالاخبار وذاك الموضوع وتو هو وسورته شلاه عدل معاكم في قضيه التركه وش قال لي ابوي انت مجنون انت مقرون انت متحط يومتنا ترك يا ابوي قال لي تركتاش قال لي مكسور تعمر قال لها نانا قال لي ما تشكر منها قال لي دروس وبينه قال لي ما يقبل منها قال لي قرا وامال قال لي ما قال لي مالي انا مهشي فهمت وخونا ما يضوك ولا يقبل منه شيء الا قال لي ما يشوف منهم شيء، وبالنسبه لك انت قاع قال لي صمت عني هما انت قال لي مجنون، انا قال لي جمع مالي قال لي ما دخرك. شي من السفهاء ما رديت لي ولادي. وتفكرت مولك مولانا من ذا مخلوق مولانا اللي لاهي انكلبته. وانا بعد شخصيه ذي القضيه ما بقيت محاوله. ما حاولت بها كان قد اسويها على ما يرى. يا غير عرفت الا ان ذا الواحد فيه عبث المحاول. حليت من احبالي نهائيا ما تريد نرجع ولا نطرح. انت شفت لا يمرثك عمي انا ذاك اللي قال وعما المثل الحساني ذيك الكلمه القط قال كنا قابلنا فيها لقبه دلت عليه هو لين يموت بو يعمل عميه البو مقيول عليه هو خصيصا من الاعمى قال لا يمرثك وانا ما يعرفني واكثر من وانا انت قاعد سكت عنه لكن لا انا عاد لا انا رابو يدور يتواجه له.
شوي ورث قاع في الراجل اللي قاعد يتركه تركته. لا هو راجل اولاد وثلاثه ومنات وثنتين لا يورث هو فيه خو. انا قاع ما نعرف يا اخوي ولد الحين وعلي شنو. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قطريت عم اولاد خوف ما يعرفوا فيه تنقلا اذا قطريت ولا الكره الارضيه قاع انت. ما قط شفته. قطريت عم اولاد خوف ما يجبروا فيه يا كلمه يا ولد. هو قاع نوعه ما قط عيني شافته. يا بنادم نوعه ما قط شفته في الدنيا في الدنيا. متوصف له قال ان الدنيا هو ذا الشيء ما متوصف له بنكين ودار الفشة لحبل القبل هو ما هو ناسي يقول له ذا المال بعد بيطير قاعد تنزل ما تعدل وتقول قاعد ما تحضر فيه لكن تفلى سيامة تلك قاعد اخبار حد منها يحوز عليها حد قاعد يا اخوي اعلى بابه طبيعي ايوه شو كافيك اللي مو ملفت لك في انا أمال ولا قاس لك بونا؟ بونا والله. أمال ولا قاس لك الطفيلة ذي الخلاقة؟ كاملين ما خلى حد، أنا دارني. إيه ولا يديرك هو العالم تام هذا الكون اللي تراعي فيه كامل مقلوب في عين. يا قير صرتك أنت ذيك وصرتي هذه عنك يا دني عدل له نوع، يا هو ما يحلم به ولا يتخمه. وأنا ما يعرفني. هو منين رصف علي أنا؟ أعرف عنها يا آخر إنك شلو لا تمرثك ثلاث، لا تورطك ذاك الله عدل له الدور وتشوفه. وندور نفاجئك به ونفاجئ الجماعة كاملة به. هو اللي عرفه اللي أنا ونعلم بابته اللي أنا، أنا يلي نعرف ذاك اللي يعدل له. بونا منين؟ بونا مش شوي قلت لك. انا قاعد نقول لك رواني جابك مولانا. يا كل الخير. اللي الخير. لا تعال قول لي. انت ذي الناس مالك ما تفصل معهم. ناس من هم؟ هي هي والله ترى معين علي من. اقول احنا ما نتكلم بالالغاز قول لي الناس من هم فاجئتهم. حنيني شوي. حصلت رنين وبر. ابغى تفهم ذاك اللي نقول لك. شفت الناس؟ يقول هنا ليه دي انا وهذاك انت انا قاع مهباس هما اللي عندي بهم علاقه. سمعت شافني انا وهما هذا قاع وداني حاسبته قاع منهم. فهمتوا؟ قال لي نقول لك روايه. من رد علي وعليك. امر الخير انتشر له فيديو. فيديو شنو الخير؟ مو مهم معنى انتشر له فيديو نشروا له اشعيا بالدوله خارقه مجموعه ما فيها ولا خارق جروب ما فيه. سمعت من رد علي وعليك. اسمع ولهم قاع مد هاي تقول يعني هي لعاد خاض الفيديو ذا الشيء ناس اللي هذا ما خاص ستري حد يسمع رواه يستر سترت له من واجبه يستروا يخلوا عنه هذا هم مالهم وينهم ما عندهم مشكله انت خليني نتكلم خليني نتكلم معك مازال شي اللي تقول يا مودة انا قلت حاليني يا اخي نوفيك يا عمير انك تتكلم ايوه يا راشد ذو مهمد وانت مشقه براسك تمشي له ويا انت قطيت صحبت مع والدهم هذا ما بس توفى، ايش رابطك بيهم؟ يا ابوي اذا مو هم اللي يرتبط حد معاهم، لو هم اللي يفوت حد عمره معاهم، يا ابوي افصل معاهم، افصل معاهم، وقصته هي من يرد علي وعليك، ما يرد عنفه مع عنفه؟ قلت له خلي انا قاعد جاي ندور بونا وخليهم ياكلوا مرات، قصتهم هم، هذه لا الشيخ عدل ومولان وش المراه ستر عدل اني قاعد ما سمعت شيء، ما هو شيء شد حد اخباره والله دور دافع عنهم ولا توكل وكيلهم شرب شرابهم، عاد ماشي من يرد عليك في دمك هو ابونا مو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حضرات انا اظن اني كاملة بخصوص المشتبه به. تأكدت. ليلى نبقيك انا انت ترجعي امل بيك اللي نعرف امل بيك الاولى الستار لكل حد عاجبته عاجبته حياته. أو على كلامك صاحبتي الليلة زاد لين عدل كانت سجيرة حقيقية مولي وافي عن هالكلام. اوكي اوكي. ما تبغينا نقيسو؟ نقيسو على وقتك هي الستار.
البن لبنى أرسم البسمة وصنع السعادة على وجه مريم وعائلتها. ولأن لبنى جزء من دفء العائلة، لبنى تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا وإفطارا شهيا. أنا الملف اللي عندي قاعد مكتمل، في شهادات الناس اللي حضرت الواقعة الحريق اللي في منزل دوسادك، وفي شهادات الناس اللي شهدت عملية الاختطاف، الناس اللي عندها مارت مشتبه. هو عندي مودي معلومات للمشتبه بي، وعندي الصور، عندي معلوماته كاملين. واضح المغوط ان شاء الله. واضح واضح. شوف احنا راك عندنا مسؤوليه كبيره من اللي القاء القبض على مشتبه بكيفو، خطر مسجل، خطر يتطلب ان الملف اللي عنده اللي هو لا يقودنا ان نعدل عمليه مكتمله الاركان يقتضي منا عن ملفات عد متكامله. احنا هامش الخطا عندنا ما هو مقبول نهائيا، ولي اللجنه الامنيه اللي نرفعوا لها احنا التقارير اللي عندنا والمعلومات اللي عندنا ما قد يقدم لها شيء مساجر تشعلوا، لا ينعمقوا البحث والتحري بصفه اديبه، لا افضل شيء منها في الملفين، وندون نتواصل انا مع المعنيين ورئيس اللجنه المكلفه بتحقيق هذا الموضوع، ونقول له على ان اخترنا نزيدوا البحث والتحري مره اخرى، ياك نتاكدوا معلوماتنا وياك ما نرفعوا لشيوخنا امنيا ما هو شيء يمكن تبنى عليه عمليه مداهمه حقيقيه تمكننا من القاء القبض على هذه المجموعه وهذا المشتبه بهم. واضح؟ واضح. هذه قضيه القبض عليهم مساله وقت. ايه بالتاكيد هي مساله وقت، تتطلب وتوع ان المعلومات اللي عندنا نتاكدوا منها اكثر ونزيدوها، نزيدوا المعلومات ونعود ونجحنا بالفعل في نقدم ملف مكتمل للجنة الأمنية المعنية. واضح إن شاء الله. أنا مولانا اللي شرط عن أن أن أمل الستارة، لأن الستارة اللي شعلت قدرت فيها النار حق حد، ناس كانوا يبرتاجي برتاج. شوف ما أخش اليوم شيء من يامس ما أجبرته لإنستغرام سناب تيك توك كل شيء، وتعليقات قادي النار عليها. دور تعرف عن الرجال عن مكده الله بعد قال لك عن إجازة قلت بالخير علمتني لي ليش أز هذه رواية علمتني عرفت أنا أعلنها حقيقية وش قال للنوع قام من الناس يشيل لهذا النوع هو إنسان يرد لا خلقه تكبرنا النوع من الملاد أكتشاك عنك أبدا قلت عدل شاك عنك أنت مش عني لا ليت لكي خالكو ما تجرعت عنك الشرط وزملي الناس كاملة شافته شاد أخبار ذا أخوة تبايتك الأخبار صاحب أنا قاعد لا يورطك انا مولي اللي يترك لي طبعا يا غير مولي نفوت الافانسي ما تيد نرجع لا انا الصيد ذاك شو ايش قالوا لي شور كنتوا عرف الصيد عرف انا يفوت الافانسي ما نرجع للورا بعد ما لك شوف تم راجل مولي راجل حقيقي قاطع قاطع يعني شعل شعل ناس كامله يعني ليك ليك تي عدد حقيقي حقيقي تو بركي لانسين ما طرلكش مع عقلي اخو غير قاعد انا مشكله اخو مشكله مالي أنا أخوة تميت جو مخلص حتى فيديو عليتو شفت منك شوي ها؟ آه شيني شفت منك شوي أخوة قادي عنك شوي من أنت وأنا فيديو ما أنا ولا أطلع أنا غارت هم منك هم قرر منك فهم أنا قلت لك عني عالم ولا يا أخي علي تميت نطلع ليه نطلع ينعد قال نطلع قلت أنا لا تقول أنا طلعت لي شوز قالني نطفق فيديو معاك أنت وذنو لا لا آخر أخوة صاحبي أنا بعد لا نقول لك علني وتوف قاصد في هي الرواية ندورها بعد نص قبل وتوضح لها الرؤية وتعرف هم اللي أعلن الرجال أعلنهم ما يوعد لهم النوم تحصرت تم اللي حصرت بدلك ما عدت الخطوة الخطوة مهمة وحقيقية أنا الكرات تشبه الأخر دول ترسبكتيك وتعرف لك شيء أنا كتير راجل قلتك عنها ليه ترفل لي إيه بيمسير تقدر ترفل لك مهم جميلة لي أرى الناس شد أخبارها تف شعلتها شعلت هلا معاها بيدي هلا غلاها عبد بروس وعنهم كذا Thank you.
شو تدري شو من البارح غالب اني تلقي تعرفي اخر الطواري شنو جابر عادي ترن علي يدور لين اعطيه لبعضه والله لا يصعب فيديوهات وما نبات الشهر واحد غير بقاو عنده واحدة سابق ينشرب قالك انه يدورها بكرة ترفع الله كين هاجيت وك يا براي شتي جعبر حبيبي انا معه انا ذنو خليك لي بانك بالي لا تبي تقبضي لي ذنو سمعتي ذاك فيديو انت ما فتي شفتي شيء ذاك ذا فيديو الاول مهم سمعي لا نقول لك لا نمشي لك رقاشتي وقيه واضح عرف علينا ماذا قدوا انا ما زال عندي فيديوهات اخرين سمعتي وكل فيديو معاه وقيات وهو قام ما شور من جوقه يا امي انا ايش خادني فيك انت يا نهرك ما تعرفيني يا امي انا ذا النوع ما ينقبض لي انا غير خايف إلا اللي بقيتي تلحقي لحقي ماني خايف من شي سوج امل شبه لك من نوخر لك شي من فيديوهات عندي هنا اخطر من اللي في التيشيرت الدنيا ما يعيش واسمح لي انت هو الخاسر الاكبر الدنيا ما يعيش واسمح لي انت هو الخاسر الاكبر وتتجبر ربك أقوى وربك أكبر تظلم فيها وتتجبر ربك أقوى وربك أكبر مرية الدنيا مالك دار 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 توك المال طاب وتدفع ناسي ربك ناسي الاخبار ناسي حلاب الحاري الاكبر ناسي حلاب الحاري الاكبر توك المال طاب وتدفع ناسي ربك ناسي الاخبار ناسي حلاب الحاري